خير متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم الثلاثاء إن شاء الله من المتوقع أن تستقر الأجواء في عموم المناطق، وستكون الأجواء إن شاء الله حارة في عموم المناطق. نتعرف درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة الرياض، بتسجل تقريبا 42 مئوية وأجواء صافية، نسبة الرطوبة 20% وسرعة الرياح 20 كيلومتر في الساعة. كالعادة نتعرف درجات الحرارة المتوقعة في عموم المناطق ابتداء شمالا وسكاكا، نهارا متسجل 40 درجة حرارة عالية، 26 ليلا، عرعر 39 نهارا، 24 ليلا، وتبوك بين 38 نهارا و25 ليلا إن شاء الله، وأجواء حارة في هذه المناطق. المناطق الغربية، المدينة المنورة 42 نهارا 28 ليلا، مكة المكرمة 41 نهارا 27 ليلا، الطائف بين 32 و21، جدة بين 35 و27 إن شاء الله. أما المناطق الجنوبية الغربية، أبها هناك احتمال هطول زخات من الأمطار 30 نهارا 20 ليلا، الباحة بين 29 و19، جازان بين 37 و31 مئوية بتنخفض ليلا، وغيوم متفرقة إن شاء الله. مع المناطق الشرقية، كل ما الدمام 41 نهارا 28 ليلا، الإحساء 44 نهارا درجات حرارة عالية وحارة 26 ليلا، حفر الباطن درجات حرارة عالية 45 نهارا و27 بتنخفض ليلا إن شاء الله. أخيرا المناطق الوسطى، بدءا مع العاصمة الرياض بتسجل 42 نهارا 30 ليلا، بريدة درجة حرارة عالية وأجواء حارة 43 نهارا 28 ليلا، حائل 40 نهارا درجة حرارة عالية و25 ليلا بتنخفض إن شاء الله. متابعينا ما تنسوا تتابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب أولا بأول. شكرا لحسن الاستماع، إلى اللقاء.